مستمرين معاكم مع كل مشاهدي قناه الاهلي في ياسر ابراهيم قلب الاسد زي ما بنقول الحقيقه الفتره اللي فاتت. كابتن ياسر مبروك، بطوله جديده بتضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي بيقول قلب الاسد، اللقب ده بيمثل ايه لياسر ابراهيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ببلع طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، ببارك للعيبه وجمهور النادي الاهلي والجهاز الاداري والطبي والجمهور الاهلي في كل حته، الف الف مبروك البطوله. ان شاء الله دي مش اخر واحده باذن الله، نوعدكم بالمزيد بالبطولات ان شاء الله لدولاب النادي الاهلي باذن الله. لا اللقب ده طبعا انا مبسوط طبعا بيه، ويا رب كده دايما في كل ماتش ابقى عند حسن ظنكم يا رب كده دايما، واقدر اعمل اللي عليا واكتر كمان عشان خاطر اسعادكم ان شاء الله. سر الاصرار والعزيمه وشخصيه النادي الاهلي دي بتشوفها ازاي؟ لان احنا الحقيقه شايفين فصل تام وتركيز، بنطلع من مباراه نخش من مباراه، نطلع في بطوله ندخل في بطوله، لكن الرغبه موجوده والاصرار موجود وشخصيه النادي الاهلي موجوده. انقل لي الكواليس دي، لان دي يعني جمهور النادي الاهلي ما بيحضرش معانا ياسر، انت عارف الامور. هو ده النادي الاهلي، يعني احنا خلاص كل بطوله بندخل فيها خلاص هي دي ان شاء الله تبقى بتاعتنا، كلنا مع بعض بنتكلم سواء جمهور لعيبه جهاز كلنا مع بعض. ده كروح حنين قوي يا كده، سواء لعيبه كلنا بنقعد نتكلم مع بعض يا جماعه، نركز البطوله دي بتاعتنا، لازم احنا رقم واحد كل حاجه بندخلها لازم نتوج بيها ان شاء الله عشان نسعد جمهورنا في كل حته. طبعا كلنا بنقعد نتكلم مع بعض في المحاضرات، خدنا افريقيا بنقفل الصفحه بنخش الصفحه اللي بعديها، خدنا السوبر هنقفل هنفرح وكل حاجه وننبسط ونقفلها ونبص للماتشات اللي جايه، الدوري نركز فيه. هو ده النادي الاهلي، ما ينفعش يدخل في البطوله ما يبقاش فيها رقم واحد. مبروك حبيبي، الله يبارك فيك.